مرحبا بكم أعزائي في ويكي مراكش، وهي بحيرة صناعية تقام فيها عدة أنشطة مائية بالإضافة إلى غولف رائع. أهلا بكم في بالم غولف مراكش، مكان رائع للراحة والاستجمام. ويكي مراكش، بحيرة اصطناعية وغولف، بحيرة تقام فيها عدة أنشطة مائية. المنظر رائع في هذا المنتزه الجميل على بعد 13 كيلومتر من مدينة مراكش. المكان جميل جدا ونكتشفه لأول مرة هنا في مدينة مراكش. طريق إلى أوريكا، مركب سياحي وترفيهي جميل، إقامات سياحية خلف أشجار الزيتون، وتظهر جبال الأطلس الكبير هناك. مدخل ويكي مراكش، المنتزه الرائع. مكان جميل جدا لقضاء أوقات ممتعة طيلة اليوم. أماكن لجلوس الزوار وهم يستمتعون بمشهد رائع على البحيرة الاصطناعية، خاصة أثناء مرور بعض هواة هذه الرياضة المائية. أطفال وشباب يمارسون هذه الهواية الجميلة. لكل محبي الأنشطة المائية، شباب وأطفال. مسابح جميلة جدا في هذا المنتزه، مسار للمشي في الجانب الأيمن للبحيرة الاصطناعية. ويكي مراكش من زاوية أخرى، هذه البحيرة الجميلة مطلة أيضا على غولف بمساحات خضراء وأيضا إقامات سياحية. يوم للاستمتاع بهذه الأنشطة الرياضية. وبالمسار الجميل جنب البحيرة، يمكن هنا الجلوس وشرب كأس شاي أو قهوة والاستمتاع بالمشاهد الجميلة على الغولف. الجانب الأيمن للبحيرة مسبحين وأجهزة رياضية مائية يستعملها هواة هذه الرياضة للقيام بجولة على طول البحيرة. رياضة جميلة. يستمتع الإنسان كثيرا في هذا المنتزه الجميل غير بعيد عن مدينة مراكش في الطريق إلى أوريكا.
وأيضا بالمشهد الجميل على الجولف، بالم جولف. ونحاول اتباع هذا المسار الرائع. هنا يحس الإنسان فعلا بالراحة. نحن لم نمارس هذه الرياضات المائية، لكن اكتفينا بالجلوس ومشاهدة ممارسي هذه الرياضة الجميلة. لاحظنا بأن الإقبال متميز اليوم على هذه البحيرة الجميلة. وأيضا على المساحات الخضراء المجاورة لها، وهي عبارة عن غولف، بالم غولف. هنا مدخل بالم غولف مراكش أوريكا. المكان ممتع فعلا للترفيه والنزهة. المدخل نحو المقهى ويظهر غولف مراكش. لاحظوا هذه المساحة الخضراء المطلة على جبال الأطلس الكبير. هنا تمارس رياضة الغولف، وأيضا يمكن الجلوس وشرب مشروب. بحيرة جميلة جدا داخل هذه المساحات الخضراء. هواة رياضة المشي، هذا هو المكان المناسب في مسارات تمتد على مسافة طويلة جدا وإطلالة على جبال الأطلس الكبير. استمتعنا برفقتكم كثيرا في هذه الجولة الرائعة اليوم داخل وكي مراكش، تلك البحيرة الرائعة، وأيضا داخل هذا الغولف الممتد على مئات الأمتار، بالم غولف مراكش. مساحات خضراء جميلة جدا وإطلالة على جبال الأطلس الكبير. رياح خفيفة تحرك الأشجار ومسارات جميلة للمشي. إلى اللقاء مشاهدي الكرام في موعد آخر وجولة جديدة.